أنا راهن بعظم رقبتي إذا ابن العليل والشاه بندر قاعدين ساكتين كذي، يعني مصدقكم قاعدين ينطرون المزاد حق اللي يدفع أكثر. مو زي؟ نعم. أخوك الرشيد ترى ذبحنا، وهو كل ساعة يقول لنا تطمنوا تطمنوا ما راح نطلع من هالبلد إلا وهي معانا. ومين تقول لك ليه يوم المزاد الجهر راح ترسي علينا؟ ايش حق احنا قاعدين هني مضيعين وقتنا وهادين اشغالنا يا جماعة، لا ومعورين قلوبنا وبالاخير ما ترسي علينا. لو مسألة تضيع وقتنا وعوار قلوبنا بس، هيا يا جماعة شو نقول حق امبراطور الصين اللي وعدناه بالجوهرة علشان يزين فيها تاجه؟ نطرش عليه ونقول له والله ونعتذر منه ونقول له والله ما قدرنا نوفي بوعدنا، لأن ذيك الساعة أخوك رشيد يدبرها راح تضيع منا الجزيرة الذهبية اللي وعدنا بتمليك عقب ما يرصع الجوهرة بتاجه. أبوي أنت ما تكلم رشيد يا رشيد الدين، قول تحتها يا جماعة يا جماعة، لما يصير المزاد احنا الثلاثة ندفع اكثر منهم، وحتى لو وصلت المسألة ان ندفع كل اللي نملكه. لا يكون بس حسبالك ان اللي يدفع اكثر هو اللي حصل عليها. يا عيال رسونا على حال يبا، ايش تبون تسوون انتم؟ ايش تبون تسوون؟ انا حاضر. ولدك ولدك حسن، ولدك حسن وهو اللي يضمن لنا على حصولها. ولدي حسن؟ اي نعم ولدك حسن، صار له اسبوع وهو قاعد عندك هني من غير شغله ولا مشغله. اي بس شو يقدر يسوي؟ شو يقدر يسوي ولدي حسن فهمني؟ يقدر يسوي اشياء وايده. احسان الحداق كل ابونا نعرفه وكل ابونا شايفين بنته. ايش قصدك؟ قصدي ان ولدك حسن ولد شيطان وشاطر ونقدر نعتمد عليه ويقدر يخطف قلب البنت ونخطبها قبل موعد المزاد. عدل خوش كلام يا رشيد الدين، هذا الكلام السنع، وتصير لنا قرابة مع أبوها سمعت، وترسي علينا جوهرة بعدين. شلون 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 شكلتو؟ ولدي أنا يتزوج بنت حداك كعيان تعبان، بنت حسنو هذا وبيتزوجها خطبه، بيخطبها وبس، ويعلق الزواج عقب المزاد لما تصير الجوهرة عندنا يا أبوي. والله فكرة جهنمية وما فيها نقض حق ميثاق الأمانة اللي اتفقنا عليه ويا التجار، وهم عدم زواج ولدي من بنت الشاه بندر مو مهم، لأن الغاية من الزواج مصلحتنا إحنا. سمعوا الحين بروح أكلم ولدي حسن، وخير البر عاجلة. معنى كلامك تبيني أبوك هي؟ يعني أصير حرامي؟ اسمع يا بدر ولا تعور قلبي، أنا كل هذا قصدي مساعدتك بس، لكن أنت مش راضي. خلاص رد على لفك ودورانك بالديرة من شارع لشارع مثل المينون، واللي هالي يركضون وراك ويحذفونك بالصخر وانت صارخ ويا كشتك ولحيتك بعشقك وجنونك. رد مرة ثانية، روح انت بتموت وضفريلها ما تشوفه، روح. بس انا عمري كلما مدت ايدي على شيء مهلي. ليش انك مينون 100%؟
ليش إن ما عندك عقل؟ ليش إنك ما تفكر أبداً؟ أنت متوق قايل لي بلسانك إن كل هذا السبب من الجوهرة الملعونة. إي والله، إي والله ملعونة. خلاص خلص حبيبتك وأهلها من اللعنة اللي طبت عليهم. سمعي يا نورة، أنت طبعاً سمعت عن الجوهرة؟ أي نعم يا يبا سمعت. وعرفتي أن الجوهرة هذه يعني ما لها مثيل ولا رايح يصير لها مثيل أبداً. الجوهرة هذه لازم أنا اللي أملكها يا نورة، سامع؟ أنا اللي لازم أملكها. باجي على المزاد 3 أسابيع، ولو دشت المزاد رشيد الدين وشلته يقدرون يدفعون فيها حتى دم قلوبهم. يعني هم اللي بيملكونها مو أنا. يعني يا نورة لو ملكوها أنا أموت، سامعة؟ أموت. لا يبا بسم الله عليك لا تقول هالكلام يا يبا، لا تقوله. أنا ما أنا عارف شلون أبتدي معاك بالكلام. أول مرة أحس إني محرج وأنا بتكلم معاك. لا يا يبا خذ راحتك. سمعي يا نورة، سمعي يا بنيتي، وجود 1000 تاجر قريب في البلد وعلى راسهم رشيد الدين وابن العليل غير حراسهم، يعني ما رايح يصير المزاد من صالحي حتى لو مش عادي. وعلشان كذي أبي أضمن الجوهرة قبل المزاد إنها ترسي علي أنا. فهمت الكلام؟ أي نعم يا يبا فهمت. سمع اللي أقوله لك يا بنيتي. حسين الحداق اللي يملك الجوهرة عنده ولد اسمه قانم. إيش فيه يا يبا؟ الولد قانم هذا طرشت عليه يبونه البلد. أنا أبي أكلم. المهم الولد هذا بيوصل قبل المزاد، وبكلم أبوه لما يوصل يعلن خطبته عليك. غانم يخطبني أنا يا يبا؟ لا تخافين، لا تخافين يا بنيتي، مجرد خطبة بس. نورة ما علي يا بنيتي، هالطلب اللي أنا قاعد أطلبه منك قصبا علي يا بنيتي. أنت لو تعرفين بهالسكاكين اللي قاعدة تقطع بقلبي وأنا قاعدة أتكلم وياك كان عذرتيني. لكن يا بنيتي إيش أسوي؟ قصبا علي، أبي علشان أضمن المزاد وحب المزاد. يبا أنت من صدقك تقول هالكلام؟ من صدقك يبا؟ نورة أنا عارف أني في كلامي هذا قاعد أجرحك. الأميرة بنت الشاه بندر اللي جدها كان 20 هم شاه بندر تنخطب حق ولد حداق حافي، لكن شو أسوي؟ ما باليد حيلة. وين بتروحين يا بنيتي؟ لا يبا ولا مكان. يعني موافقة على اللي قلتها لك؟ اي نعم يا يبا موافقة. انا يا يبا ما اقدر ارفض لك طلب، ما اقدر. ما ادري انا في حلم ولا في علم.
كسرت قلب البنت، جرحت مشاعرها، لكن عقب ما ينتهي المزاد وتكون الجوهرة هني بيدي، يعرف حسين وهلا كلهم مش رايح أصوي فيهم، إن ما خليته إيدام حق سمك البحر ما نشاح بندر. بس خلي ينتهي المزاد وكل شيء يرجع على حاله، إن الله سلمني ما خلي منهم ولا واحد على وجه الأرض ولا دقيقة. أنت متأكد من الكلام اللي تقوله يا كنعان؟ إلا متأكد ونص. أنا بنفسي اللي مدشش السجن، طلع حرامي يزاه وأقل من يزاه. ما تدري وين راح؟ لو أدري وين راح أخليه، لكن وين يروح؟ الحين تلقى عظامة فتفتت وكلها الدود، شوفت عينك أم الجواهر دار مدارها سحرة، وهو انحاش من السجن وما معاه لا أكل ولا ماء. إذا ما مات من اليوع بيموت من العطش، وإذا ما مات من العطش تلقاه في بطن وحش من الوحوش. وبعدين يا كنعان، العمل الحل أحسن شيء ترجع البلد. أرجع البلد وش أقول حق الشاه بندر إذا سألني؟ تقول له إن غانم هذا اللي انت دورته وتعبت عرفت أخيرا إنه توفى في سجن أم الجواهر. وانت صادق أنا، كفاية التعب اللي تعبته طول الطريق، ذلولي ما برك ولا يوم. وبعدين أنا متأكد إن ما حد راح يسأل عليه غيري. هذا هو الكلام المعقول. مشكور يا كنعان، ما قصرت. حياك الله. أهلا وسهلا. مع السلامة. نعم، ايش تبي يا غريب؟ كل الايام اللي مرت علي قبل لا اشوفك مي محسوبه من عمري. كنت تايه ضايع، والحين وصلت المرسى ورسيت على اللي ببالي. انت اللي ببالي يا فريدة الحسن والجمال، يا أمل حياتي كلها. إيش عندك؟ إيش تبي؟ كفاية علي أسمع صوتك. آه يا صوتك، ولا العندليب المغرد. إيش هالكلام اللي أنت قاعد تقوله؟ يا ليت لساني يقدر يعبر عن ربع اللي بقلبي. قلبي اللي ملاه الهوى يوم شافك. يا ليتني شاعر، كان أترس الدنيا، كان أترس الدنيا كلها شعر العشق اللي عمر أي إذن ما سمعت مثله. بس خلاص اسكت. لو سكت لساني شي سكت لهيب الحب اللي بداخل. ثلاثة أيام بلياليهم وأنا واقف هني أنظر نظرة واحدة من عيونك. يعني سبقني وسواها رشيد الدين، لكن الولد غير البنت.
وخطب بنت حسين الولدة، مو كذي؟ اي نعم يا حضرة الشاه بندر. لكن لما قانم يخطب بنت الأميرة يكون تأثيره على أبوه أكثر من تأثير البنت، خصوصا بعد المنفى اللي نفيناه فيه، مو كذي؟ طبعا يا حضرة الشاه بندر، تأثير الولد غير تأثير البنت. هو خطب البنت بس، مو كذي؟ اي نعم يا حضرة الشاه بندر. تعال يا بنيتي، تعال تعال يا بنيتي. أنا أول ما يصل الولد اللي اسمه قانم ولد حسين هذا، ما أبي بس يخطبك، أبي تيوزك. نعم أبي تيوزك. صحيح يا يوبا، صحيح يا يوبا. لا تخافين، لا تخافين يا بنيتي، الخطبة بتكون لك قبل الزواج، ما دام اني عقب المزاد برميهم كلهم بالبحر. لا تخافين يا بنيتي، لا تخافين. ريحانة. لا يكون تفكرين ان خطبك علشان حسنك وجمالك. من كان يصدق ان ولد رشيد الدين ووريث الوحيد يخطب اختك يا حمد؟ هذه لعبه، لعبه يا بعد شبدي، والمفروض انك ترفضينه. والله لو اموت، لو اموت ما ارفضه، لو اموت. كل هذا علشان المزاد، كل هذا علشان تروح الجوهره بارخص ثمن. لكن لا ثم لا، الجوهره هذه لي فيها كثرك مرتين، للرجل مثل حظ الانثيين يعني مرتين. بس لما تصير الجوهرة لأبو حسن تصير يعني كأنها ملكنا إحنا. هني مربط الفرس، هني مربط الفرس، علشان كذي وهو اخطبك على هالسبب. لا، حسن يحبني، نعم يحبني، وأنا بعد أحبه، أحبه وما أقدر أعيش من غيره، ما أقدر أعيش من غيره. سامحة وطز وعشرين طز بالجوهرة. اسمع، باكر عقب هذا اللعشة على طول راح تكون عند باب سور القصر. إيه بس شلون أدش؟ إحنا راح نشغل الحرس الصوب وانت تدش الصوب. وين طاست الشموم؟ إيه هات كاي. أول ما تدش عليهم يبي يطبون عليك علشان بيعرفون إيش حقه يعيني. أنت على طول تاخذ المنديل وتحطه على خشمك وترش عليهم البودر كذي. شوف دير بالك، لازم تحط المنديل على خشمك ولا تطيح وياهم شخري. اي بس لا يكون هذا الشموم يضرهم. لا تخاف، لا تخاف، هذا بينومهم. هم يطيحون هالصوب، انت على طول داعي سيدك مخبات حسين مطلع الجوهره وحاطها مخباتك. واطلع من نفس الباب. طبعا طبعا من نفس الباب. احنا راح نشغل الحرس وعقب ما تخلص انت ركضه على طول البحر. واحنا في ملعونة في البحر. ايه علشان تخيب اللعنة بكوحة. ايه عقبها ترجع لي منى مرة ثانية وتعيشون بسعادة ونعي. شوف ليكون تطلع من هني قبل الموعد. ليكون لا لا باكر عقبة هاللحشة. لا 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 تخاف، أنا مثبت. عدل، أنا مثبت. عدل، كل هذا مسوي على شارج حياتي منى. كل المخطط يفشل لو عرف ولا سمع عن الخطوبة اللي صارت. اطمئن اطمئن يا عم يعقوب، هو ما راح يطلع من المكان اللي مخش فيه إلا باكر وقت العملية. أعلنت خبر سفري؟ إي نعم طال عمرك، كل البلد عرفت إنك مسافر الليلة بشغل ضروري. لكن يا عمي ما قلت لي، عندما ياخذ الولد بدر الجوهرة ويركض فيها للبحر، شنو اللي أسوي أنا؟
أنا قلت لك تسوي شيء. لا 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 يا عمي. يعني خلاص ما تسوي شيء يا مغفل. إن شاء الله إن شاء الله. أنت تقعد بالسوق علشان الكل يشوفك. ونترك الولد بدر يقط الجوهرة في البحر. أنا راح أكون في انتظاره. آخذ منه جوهرة وقطه في البحر بدالها. عين عليك باردة، عين عليك باردة يا عم يعقوب. وكذي نضمن إن ما حد راح يقول لنا أي شيء. ولما نرجع من السفر أتهم رشيد الدين والشاب الدر. المركب جاهز؟ اي نعم جاهز. يقول انقتل في سجن ام الجواهر؟ اي نعم طال عمرك، حتى ان الحارس شاف جثته بعينه. الخبر هذا لو عرفوه اهله اكيد بيقولون انا السبب وضيع مني الجوهرة. لا لا اسمع. نعم طبعا. الخبر هذا لازم يكون سر، سامع؟ حاضرين. والحارس اللي رجع ما ابي احد يعرف انه رجع للبلد، سامع؟ ابشر بالخير. طيب والزواج؟ نعم يا حضرة شاه بندر. شلون اسوي فيه؟ إيه. الولد الثاني شو اسمه؟ اسمه حمد طال عمرك. الاثنين عيال حسين. طبعا. اسمع ابيك تبلغ حسين اني بقابل ولده حمد هني حالا. حمد لازم يتزوج نوره وبسرعه وبسرعه، هذا هو الحل.